نحن كتركمان في محافظة نينوى نؤيد ما جاء ببيان الأستاذ أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية، وندين بشدة ما حصل في البرلمان العراقي اليوم من تهميش وإقصاء للتركمان في هذه الدولة العراقية، ونقول لجميع القادة الذين جلسوا على الطاولة واتفقوا على تهميش التركمان وإقصائهم من الكابينة الوزارية أنكم لم تخجلوا من دماء الشهداء التي سالت من أبناء تل العفر، لم تخجلوا من دماء الشهداء التي سالت من أبناء الموصل وقراها، لم تخجلوا من دماء شهداء التركمان التي سالت من أبناء الطوز وكركوك وديالة وبغداد، لم تخجلوا من دماء شهداء التركمان التي روت تراب هذا الوطن طيلة هذه الفترة، وإنكم كنتم جالسون وراء مكاتبكم وقصوركم وفي المنطقة الخضراء، وكانوا شهداء التركمان يروون بدمهم تراب هذا الوطن من أجل أن تنعموا أنتم كقادة للعراق. مع الأسف الشديد أنهم اليوم أقصوا التركمان في هذه الكابينة الوزارية، ونحن نقول سوف يقصون كل العراقيين في الأيام القادمة، لأن هؤلاء لديهم النفس الطائفي، هؤلاء لديهم النفس الإقصاء، هؤلاء هم الدكتاتورية بكل معانيها يطبقوها على العراقيين، لأنهم تقاسموا هذه الكعكة فيما بينهم وحسب مصالحهم. ومع الأسف الشديد كنا نسمع بأن السيد رئيس الوزراء سوف يأتي بتكنوقراط وإلى آخره، ألا يوجد تكنوقراط من بين التركمان؟ لماذا كانت حصص الأحزاب وحصص المذاهب موجودة في هذه الكابينة الوزارية ولم يكن للتركمان حصة في هذه الكابينة؟ أنا أقول كنا نقول ونتكلم على الحكومات السابقة في العراق بأنهم يعملون بدكتاتورية ويقومون بإقصاء هذا المكون أو المكون الآخر، ولكن هذه الحكومة أثبتت بأنها فعلاً تعمل بالدكتاتورية وتقوم بإقصاء العراقيين. وبالتالي أنا أقول لكل أهالي نينوى من التركمان إننا سوف نظل ونستمر في نضالنا من أجل حقوق التركمان على من أجل حقوق حصول التركمان على حقوقهم في عموم الدولة العراقية، وسوف لن تثنينا هذه الأمور عن عزيمتنا، وسوف ندافع عن أرض العراق لأن هذه أرضنا التي تربينا عليها، ونحن عنصر أساسي في هذه الدولة العراقية. ومع الأسف الشديد بأن جميع الذين صوتوا لهذه الكابينة الوزارية لم يقفوا مع التركمان، وسوف يأتي يوم يندمون على هذا الأمر، لأن الذي يقصي الآخر اليوم سوف يقصى في الأيام القادمة إن شاء الله. نعم سيد نور الدين، هل موضوع عدم اختيار وزراء تركمان في الكابينة الوزارية الجديدة سيؤدي إلى خلق فجوة بين المكون والحكومة؟ بالتأكيد سوف لن نتنازل عن حقوقنا، وسوف نظل نستمر في نضالنا، وسوف نقول بأن هذه الحكومة هي ليست شرعية، وإن هؤلاء الوزراء ليسوا شرعيين، لأننا نوابنا نواب التركمان لم يصوتوا، أيضاً لم يقبلوا بهذا القسم الذي تم إداؤه من قبل السيد رئيس البرلمان، ولم يكن السيد رئيس البرلمان ولا السيد رئيس الوزراء منصفاً لهذا المكون الأساسي كما قلت، الذين ضحوا بدمائهم طيلة هذه الفترة الماضية، قاوموا داعش، ضحوا بدمائهم الزكية، ولكن مع الأسف الشديد يظهر أن هؤلاء لا يديرون بالاً لهذه الدماء الزكية التي سالت، لكي يكون لهم ممثل في هذه الكابينة الوزارية، لكي يكون لهم صوت في الحكومة العراقية التي تشكلت هذا اليوم.